سلطانة؟ خير، شو الخبر الجديد؟ والله يا سلطانة، هذا خبر مو عادي. رستم باشا بعت لك خبر كتير حلو، مثل ما عم يقول برسالته انه الامير مصطفى رفض ينفذ اوامر السلطان، وما اكتفى بهذا الشي بس كمان قطع له راسه الاسكندر باشا بدون ما يرتكب اي ذنب. والله كيف بيساوي هيك؟ انت واثق من هالحكي؟ مولاي، حضرتكم عملتوا خير باستدعائكم الأمير لهون للعاصمة، لأنه أكيد في عنده تفسير مقنع لهذا التصرف يلي عمله. ما في أي تفسير مقنع لعصيان أوامر السلطان يا باشا، هذا تمرد. حضرتكم بتعرفوا منيح درجة وفاء أميرنا لألكم يا مولاي. ممكن يكون غلط باتخاذ هيك قرار، بس مستحيل يتمرد عليكم. مولاي، بعد إذن جلالتكم، القبطان خضر معه حق بالكلام يلي قاله، وأنا ما بشكل لحظة بوفاء الأمير. هاي نتائج زيارتك مع الأمير للعسكر، مو هيك يا خضر باشا؟ أكيد هالشي شجعه. سمو الأمير ما كان هدفه من زيارة العسكر إنه يقوي نفوذه عندهم يا مولاي، وإذا أنا ارتكبت أي غلط بدفع روحي تمن هالشي. مولاي، إذا حضرتكم تسمحوا لي أنا شخصياً رح أروح أشوف الأمير. ما في داعي، فيكن تروحوا هلا. السلطانة قالت شي قدامك؟ قصدي بخصوصي أنا. ليش شو صاير معك؟ ولا شي، بس بجوز تكون سمعت شي. مولاتي ما حكيت شي عنك. تفضل. سلطانة، سمو الأمير. شوفي، إجا الآغا يلي عم بيراقب بالي بيك، قال إنه كل ليلة عم بيروح على الخمارة، في هنيك مرة صار له سنين عم بيقابلها، اسمها إلينا وهي يونانية الأصل. خمارة لكان. أسمهان، خير؟ كأني اليوم شايفتك مبسوطة كتير. سلطانة، عذريني لأنه ما شفتك. لمين يا روحي عم تزبطي لي حالك؟ مو لحدا. أسمهان يا روحي، انتي هلأ ما عدتي بنت صغيرة، وبظن يا حبيبتي في أمور كتير لازم أعرفها ونفكر فيها سوا. صدقيني ما عندي شي نحكي فيه. إذا ما كان اليوم أكيد بكرة رح تتزوجي يا بنتي، وصار معروف من هو هذا الشخص، بالي بيك رح يصير زوجك. سلطانة، خير إن شاء الله؟ في شي مشكلة؟ ما في شي، كنا عم نحكي أنا وبنتي الحلوة. أنا خايفة أتأخر على الدرس، اسمحوا لي. ما شاء الله عليها. خير، ليش إجيت بكير؟ لا تسألي يا سلطانة، الأخبار مو منيحة أبدا. عرفت إنه الأمير مصطفى رفض ينفذ أوامر السلطان. هالشي مستحيل يا باشا. نحن لسه ما بنعرف كل تفاصيل الموضوع يا سلطانة، بس السلطان كتير عصب ودغري بعت خبر للأمير مشان يجي لهون بأسرع وقت ممكن، واللي باين لهلأ إنه الأمور مو رايحة على خير. بالوقت يلي هيام عم تحاول تشوه صورته، هو قدم لها الفرصة لحتى تثبت هذا الشيء. مو بعيد يكون رستم إلو إيد باللي عم يصير، على الأغلب هي مكيدة. كأنه تأخر سمو أمير سلطانة، إمتى رح يجي لهون؟ وليش عم تسألي عنه يا سنيورة؟ أنا بس حبيت أطمن على صحته، بتمنى يكون بخير. نشكر الله سمو الأمير منيح كتير.
سنيورة، ليش لساتك هون لحد هلأ؟ بعتقد إنه في عندك ولد مزبوط؟ صحيح سلطانة، بس لسه في عندي شغل هون، رح خلصه وروح. بس طبعاً بدي زور حضرتك ووضعك قبل. رح حاكيكي بوضوح يا سنيورة، بظن إنه ما في داعي نلف وندور بنوب، لأنه من الواضح إنك مهتمة كتير بسمو الأمير مصطفى، ما هيك؟ سلطانة لو سمحتي خليني كمل كلامي يا سنيورة، مشان ما تتفاجئي بأي شيء بالمستقبل. مستحيل يصير أي شيء بينك وبين سمو الأمير. أنا مستحيل فكر بهيك أمور سلطانة، بس ما بعرف إذا سمو أمير عم يفكر بهالشي. وليش لكان يا سنيورة حضرتك عم تلاحقي طول الوقت؟ جوات القصر يا سنيورة في بنات كتير حلوين، ولو كان الأمير بده هالشي كنت صرتي واحدة منهم من زمان. سلطانة، بظن إنه الحديث انتهى، صار فيك تمشي سنيورة. عن إذنك سلطانة. سنيورة غابرييلا بعتذر منك. مو مشكلة. انت شو اسمك؟ رميساء. من بعد اذنك انا لازم اروح بسرعه. شو هذا اللي عم تقولي يا جنان؟ انت متاكده؟ الامير مصطفى مستحيل يعمل هيك شيء ابدا. انا كمان ما صدقت سلطانه، بس بصراحه هذا الخبر اجانا من مصادر اكيده. مصطفى شو عم تساوي يا ابني؟ دخيلك يا ربي، ساعده وحمي يا رب. سلطانة، سلطانة أنت منيحة؟ جنان بعتيلي مرسال وفورا بدي اعرف كل شي صار. حاضر يا سلطانة. لازم دائما تحمل معك سلاح تاني يا مصطفى. أنا مبسوط لأنك صرت رجال قوي وقادر تحمل السلاح وتروح على الحملات ونحارب سوا، بس أحيانا بكون كتير حزين يا مصطفى، لأنه كل ما كبر الواحد بيفيد كتير من براءته. عليك. مصطفى إذا بتتزوجها لهي البنت، مولاي رح يعتبر الموضوع تحدي وإنك عم تتجاوز حدودك معه، ورح يشك بصدقك وإخلاصك، واحتمال كبير إنه ياخذ موقف منك يا مصطفى. معقولة إنك ترضى بهذا الشيء؟ حاشا، أنا ما بفكر بهي الطريقة بنوب.
يشوف سمو الأمير. اجا رسول من القصر يا سمو الأمير. تسمح له سمو الأمير؟ سمو الأمير مصطفى الموقر، أنا الشاويش حسن، مولاي السلطان باعت مكتوب لحضرتك. ولدي مصطفى، أنا السلطان سليمان المعظم، سلطان السلاطين وملك الملوك في العالم، وخادم الله على الأرض، وأنا من أهب التيجان لرؤوس الملوك في هذا العالم. أما أنت الفارس الهمام الذي وكلته حماية الأناضول، ولدي وأمير المقدام، سمعت بأنك عصيت أوامري ووقفت بوجهي رافضا إرادتي وقراري، غير مكترث لمكانتي العظيمة في هذا العالم أجمع. تعال إلى قصري، قصر السلطان سليمان الذي يمثل مركز العالم. تعال وقف أمامي لتطلب مني المعذرة والغفران. مولاي السلطان طالبني، لازم نروح على قصر العاصمة. خلينا نشوف القدر شو مخبي لنا هنيك. مولاي، أنا واثقة إنه سمو الأمير بريء من هذا الذنب. وليش واثقة كثير يا شهرزاد؟ لأنه مصطفى ابنك يا مولاي. ولو كل جيوش الأرض ركعت عند رجليه وقالت له يتمرد، ما رح يعصى جلالتك. ارجعي على قصرك. مولاي، بترجاك تعطف عليه وترحمه. الرحمة اللي عم تحكي عنها ما عادت موجودة بقلب بنوب يا شهرزاد. بسبب هاي الرحمة المصايب وقعت فوق راسنا. ما في رحمة. أنا كل شي بدي إياه يا شهرزاد، من هذا العالم، من عائلتي المالكة، من أصدقائي، حتى من العساكر، الولاء الكامل للدولة العثمانية العلية، والولاء التام لإلي. معقولة خسروف باشا ينتقل للقصر وأنا ما عندي علم بهذا الموضوع؟ بظن أنه أنت كمان يا باشا مثلي مانك عرفان بشي. مولانا السلطان شاف هذا الشيء مناسب يا سلطانة. وليش ما استشارك قبل ما يعينه؟ مع أنك الوزير الأول، سألت حالك شي هالسؤال؟ أنا بقلك ليش؟ لأنه حضرتك تارك قضايا الدولة وراكد ورا أمورك الشخصية. سلطانة، اسمعني منيح يا إياس باشا، أنت هلأ الوزير الأول بالدولة، وما بيصير تنسى أنه هالمكان أعلى مكان ممكن توصل له، وإذا أنت ما عرفت كيف تحافظ عليه فطبعاً رح تخسره. عم أعمل كل شي بيطلع بإيدي يا سلطانة، وأكيد حضرتك سمعتي عن الشي اللي سواه الأمير مصطفى. أنا أصلاً كنت حابة أحكي معك بهالموضوع هاد. سمو الأمير مصطفى رح يدفع ثمن عصيانه لأوامر مولانا، ومو لازم حدا يتدخل بهالقصة أبداً، لا لطفي باشا ولا بالي بيك. لا تسمح لهم يهدوا السلطان أو يحاولوا يخففوا غضبه. سمعت يا إياس باشا؟ هذا شغل الندل يلي اسمه رستم يا بيك، كان لازم ناخد احتياطاتنا من البداية. إن شاء الله يكون كلامك مظبوط يا نصوحة فندي، وقتها رح تظهر الحقيقة الكاملة وتتوضح الأمور المخباية للكل، وهيك رح يوقع رستم باشا بالحفرة يلي حفر لنا إياها. تفضل. سلطانة، أهلا وسهلا فيكي. بالي بيك، أنت عطول بتضل مع السلطان، وأكيد في عندك معلومات. شو عم يفكر بخصوص سمو الأمير؟ كوني مطمنة يا سلطانة، مولاي أكيد رح ياخد القرار الصح. مثل ما توقعت بالضبط، بالرغم من أنه الأمير عنده ولاء مطلق للسلطان، عم يتهموه بإعلان التمرد. طولي بالك سلطانة، لا تخافي، سمو الأمير له محبة كبيرة عند مولاي. شلون يا نصوح أفندي ما بدي خاف؟ معقول تكون نسيت شو صار هون؟ بهالمكان بالذات؟ أنت نسيت مين اللي قتلوه؟ تفضل.
سلطانة، خسروف باشا وصل يا بيك وحابب يلتقي فيكن. بترجاكي سلطانة تهدي شوي. سمو الأمير مصطفى هو مستقبل سلالة آل عثمان، وحمايته من أهم واجباتنا وأولوياتنا. إن شاء الله بالي بيك، ثقتي فيك كبيرة. تفضل. سمو الأمير، أهلا وسهلا أسمهان. بصراحة أنا كنت طالع هلأ، إذا كان في شي مهم ممكن نحكي بعدين. بتوقعت تكون سمعت بالإشاعة اللي عم تدور بالحرم. إشاعة شو بتقصدي؟ بصراحة عم يقولوا إنه في علاقة بيني وبين بالي بيك، وهالشي ضايقني كتير. بدي إياك تعرف إنه هالحكي افتراء ومو مزبوط ومو صحيح أبداً. هلأ لسمعت بالموضوع. بالي بيك مثل ما بتعرفي من أكتر الناس المقربين لمولانا، هو أكيد في ناس حابين يشوهوا صورته. أسمهان شوفي، ليش هيك حالتك؟ ما في أي شيء. صاير شيء بينك وبين محمد؟ لا يكون قالك شيء كلمة ضايقتك؟ أبداً، شو بده يقلي يعني؟ الواحد لازم يكون أعمى حتى ما يحس بعواطفك تجاهه؟ على ما يبدو هو الوحيد يلي محاسس. أسمهان، أنت بتعرفي إنه هيك علاقة ما بتستمر، فلا تتورطي. لازم ما تنسي إنه أمير، وحياة الأمراء مرسومة بدقة وما بيغيروها أبداً. يعني الزواج من سابع المستحيلات. ادخل. بدي منك تفسير واضح. وين سمو الأمير؟ بدي أعرف شو اللي صاير معه. مولانا السلطان استدعاه على القصر لأمر عاجل يا سلطانة. طيب شو اللي صاير ليستدعي؟ سمو الأمير مساوي شي غلط؟ ما عندي معلومات أكيدة يا سلطانة، بس الحقيقة وصلتني أخبار ما بتطمن بنوب، وهي الأخبار بتقول إنه سمو الأمير مصطفى خالف أوامر مولانا السلطان وعصا. وصلني خبر انه الامير طالع بمهمه ليقمع العصيان، بس لما يرجع لازم تنهي هالموضوع يا سينيورا. عملت يلي بيطلع بايدي سينيور تولينو، بس سمو امير مصطفى اقناعه كتير صعب. مستحيل مستحيل يكون في رجال بيقدر يرفض مرة مثلك بكل هالأنوسة. مهما كان انت تاجرة شاطرة وما بينقصك عنصر الأنوسة ابدا. انت بتقرر هالشي سنيور، لاني راح اكون هاي الليله ملكك وحدك. قلي وين اختي؟ يا هلا بتقلي وين اختي؟ يا اما رح تموت. طيب رح أقول لك كل شيء. أنا ما بعرف أختك ولا شفتها، بس هي بالحرم لك. أختك بحرم لك الأمير. آه 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 آه
كلياتكم اطلعوا لبرا بسرعة. من كل شر يا رب رجع لي بالسلامة. يا أولادي ما عم نقدر نوقف الأتراك بنوب، مئات الآلاف من المسيحيين للأسف عايشين تحت سيطرة الكفار. السنة الماضية بصعوبة حتى قدرنا ننقذ روما، وإلا كانت رح تصير مثل القسطنطينية بالضبط. صحيح، مع كل الحق يا أبونا، العالم المسيحي عم يعيش حالة خوف ورعب، وهلأ في إشاعات بتقول إنه الأتراك هالسنة ناويين ياخدوا كل أراضي الفاتيكان، وهذا الشيء كتير خطير يا أبونا. صحيح، والعالم المسيحي بدل ما يتفقوا يتحدوا لحتى يشنوا حرب ضد الأتراك قاعدين عم يتحاربوا مع بعضهم. الحق معك يا ابني، المفروض بالوقت الحالي أنه الإمبراطور شاركان وملك فرنسا يتفقوا مع بعضهم. لازم نوحد قواهم ضد الجيش التركي بأسرع وقت ممكن، وأنا متأكد إذا نجحنا بهالموضوع كل الملوك المسيحيين رح ينضموا إلنا. قداسة البابا، بناء على أوامركم وجهنا دعوات للملكين مشان يجتمعوا ويحلوا الخلافات اللي بيناتهم، ومنتأمل يلبوا دعوتنا. ما بعتقد انهم رح يجوا. شوف، ما بيصير نفقد الأمل يا ابني، وما عنا حل تاني، يا ما بيتصالحوا مع بعضهم أو أوروبا رح تنبات كلها عن بكرة أبيها. الأخبار مو منيحة يا مولاي. البابا عم بيعمل كل جهده من شان يعقد اجتماع بين الامبراطور شاركان وملك فرنسا فرانسوا. مزبوط، استدعاهم على الفاتيكان وعم يقولوا بدهم يعقدوا اجتماعات للصلح. هالمغفل فرانسوا هلأ صار يحبه لشاركان ونسي بسرعة انه نجي من الموت بفضلي. هدول ما بنوثق فيهم يا مولاي. مزبوط، لازم نمنعهم الاتفاق بأي طريقة يا ريس خضر. مامون اغلو، بعت رسالة لفرانسوا وذكره بالماضي. ادخل. مولاي. شو في يا مرجان؟ الامير مصطفى وصل على القصر وناطر الامر حتى يقابل جلالتكم. دستور سمو الامير مصطفى الموقر. أهلا وسهلا يا سمو الأمير. أهلا فيك إياس باشا. مولاي هون ما هيك؟ مولاي عم ينتظرك يا سمو الأمير. سمو الأمير؟ مولاي السلطان مزعوج كتير، لا تناقشه وحاول أنك تمتص غضبه قد ما فيك يا سمو الأمير. أنا رأيي تطلب منه العفو، ووافق على كل شي بيقوله. لا تقلق يا باشا، أنا تعودت أتحمل مسؤولية قراري. سلطانة، سمو الأمير مصطفى وصل على القصر. أخي مصطفى أجا؟ إيه يا سمو الأمير، وهلأ حضرت جنابه عند مولانا السلطان. فخرية، خدي الأمير جيهانجير على غرفته. أمي أنا بدي روح شوفه لأخي. جيهانجير هلأ مو وقته، بتشوفه بعدين حبيبي. سمو الأمير، وأخيراً وصل سمو الأمير يا سمبول. فكرته بده يهرب ويعلن العصيان، بس الواضح إنه ما عنده هاي الجرأة. أكيد هلأ رح يركع عند رجلين مولاي السلطان ويطلب العفو منه.
مولاي السلطان أكيد رح يسامحه يا سلطان. ولو سامحه شو الفايدة؟ مصطفى نزل من عين السلطان. سمو الأمير. سلطانة. كيف بتساوي هاد الشي يا مصطفى؟ ما بتعرف إنه أنت أملنا الوحيد يا روحي؟ هالحكي مو وقته، حزورك بالقصر وأحكي لك كل شي. مصطفى شو صار معك هنيك أنا ما بعرف، بس حتى لو كنت على حق إياك تغلط مع مولاي السلطان. طلب منه أنه يعفي عنك وبوس إيده المباركة، وقت أكيد مولاي رح يسامحك. وأنتوا ليش خايفين يا سلطانة؟ شو اللي عم تفكروا فيه؟ مولاي السلطان مستحيل يفكر أنه يأذيني. بس الأمور تغيرت عن الأول يا مصطفى، حكينا بهذا الموضوع قبل هلأ. إياك توقف بوش أبوك لأنه هذا الشيء لمصلحة هيام. طلب العفو. ما عملت شيء بخليني أطلب العفو. اسمعني حبيبي، مولاي تتذكر وقت ودعتك ورحت على السنجق تبعك؟ تتذكر شو قلت لي قبل ما تروح لهنيك ولا ذكرك؟ سمو الأمير، إجا وقت الوداع، بدي إياك تخدم هاي الدولة لآخر نفس بحياتك. أنا رايح حتى نفذ قراراتكم وانشر عدالة حضرتكم يا مولاي. نصائحكم وأفكاركم رح تبقى حاضرة بعقلي طول الوقت، ورح تنور طريقي يا مولاي. شو المبرر لكان؟ كيف تهت عن هذا الطريق ومشيت بطريق غلط يا مصطفى؟ شو عم بتفكر حتى توصل فيك المواصيل إنك تعصي أوامر السلطان سليمان وتخلف بوعدك؟ ما خالفت بوعدي مولاي السلطان، لساتني ماشي على طريق. عم تنكر إنه أنت اللي قطعت رأس اسكندر يا مصطفى؟ ما بنكر، أنا اللي قطعت رأسه بإيدي وحملته لهون مشان حطه تحت رجلين مولاي السلطان المعظم. شو هالشراء؟ عم تضحك علي يا مصطفى؟ حاشا مولاي، أنا بعرف حدودي. حضرتك مولاي المعظم وسلطاني وأبي اللي بحترمه كتير. اسمحوا لي اشرح لكم الموضوع يا مولاي. عم بتدافع عن حالك بدل ما تطلب العفو مني؟ نسيان حالك قدام مين واقف؟ لا تقلقي أبداً سلطانة، صدقيني كل شي رح يكون منيح. أميرنا رح يرجع لهون عن قريب. أنا مو جاي دافع عن حالي يا مولاي، حتى لو ما شرحت لكم رح أبقى بنظركم مذنب لأني ما نفذت أوامر حضرتكم. إذا كنت رفضت نفذ من دون ما أتحقق من الأمر، هاي مو خيانة. انت بتعرف انه الكل لازم ينفذوا اوامري ومن دون حتى ما يناقشوني او حتى يتجرأوا انهم يعترضوا؟ هذا الشيء رح تتعاقب عليه. مولاي حضرتك قلت لي العدالة هي مصدر قوة دولتنا العالية، وظلم الناس اكبر خطأ ممكن نرتكبه، وانا عملت بنصيحتكم. من بعد إذنكم مصطفى.
مولاي، أنا لما وصلني أمر حضرتكم كتبت مكتوب لسليمان باشا حاكم مصر وطلبت منه أنه يجمع لي معلومات عن هذا الموضوع. وسليمان باشا حقق بالقصة وبعت لي رسالة وشرح لي فيها كل شيء. عم بيقول أنه الخائن يا جلالة السلطان هو اسكندر حاكم تكي، وبيري باشا بريء وما له علاقة بالتمرد ضد دولتنا العلية. في إثباتات على هذا الشيء؟ اتضح يا مولاي أنه اسكندر بيك وطهماز وأمراء المماليك عم بيخططوا لهذا التمرد من وقت طويل، والرسائل هي بتأكد لكم هالشي. إذا بتتكرموا طلعوا عليها مشان تتأكدوا بنفسكم، ووقتها رح تلاقوا أنه كلامي مزبوط يا مولاي. لكان ليش توجه الاتهام لبيري باشا يا مصطفى؟ اسكندر حاول يورط أولاد بيري باشا، بعت رسول ليقنعهم بالتمرد، وهي هي الرسالة. الأولاد كلهم رفضوا، مشان هيك اسكندر والمماليك اتهموا بيري بالتمرد. شو اللي خلى بيري باشا ما يخبرنا عن هذا الشيء من قبل؟ لأنه ما كان في دليل واضح عنده، ومشان اتأكد من الموضوع طلبت شوفهم بنفسي. اسكندر بيك أنكر بالبداية، بس هي الرسائل كانت دليل ضده. كان لازم تحطني بصورة هاي التحقيقات من الأول يا مصطفى. خفت أنه يداهمنا الوقت يا مولاي، كان لازم أنه نتحرك بأقصى سرعة. لو نطرنا أكثر من هيك بيجوز كان يوصل الخبر لإسكندر بيك ويهرب منا. كان لازم أخذ قرار سريع. رستم باشا كان موجود بهي المهمة، ليش ما خبرته؟ مولاي وقت حضرتكم أرسلته بطلبي كنت بطريقي لعندكم، لأنه الموضوع كتير حساس فحبيت أعطيك المعلومات بنفسي. الحمد لله أنك وضحت لي يا مصطفى. هلأ أنا ارتحت بعد ما شرحت لي شو صار وعرفت الموضوع حقيقته. مصطفى، أنت ابني البطل. أنا مبسوط وأنت واقف قدامي، عم شوفك صاحب قرار وقوي وعادل وما بتحب الظلم. بدي إياك إنك تضلك هيك على طول، بس أوعك تنسى إنه كل شر في خير وكل خير في شر يا مصطفى، وخصوصي إذا الموضوع بهي الخطورة. لأصول إنك تستشيرني قبل ما تتصرف. من هون ورايح كون حذر، إياك توقع بهذا الغلط حتى لو شو ما صار. رح يكون هاد درس إلي وإلك يا مصطفى. غمرتني بلطفك وحنانك مولاي. أنا كنت عم أدعي لك ليل مع نهار، نشكر الله أنك رجعت لنا بالسلامة. الله يقويك ويحميك من عيون الحساد. آمين. حضرتك أثبت يا سمو الأمير أنك قوي وصاحب قرار. مولاي السلطان مبسوط من اللي عملته، وثناؤه على حضرة جنابكم يا أمير هو دليل واضح على قيمة تصرفكم. أنا قمت بواجبي لطفي باشا.
هذا التصرف كان مجازف يا مصطفى. لو رفض السلطان إنه يسمعك كنت عرضت حياتك لخطر كبير، ولا أنا غلطانة؟ سلطانة، نحن بنحترم أصدقاء دولتنا ومن الطبيعي إنه نحميلهم حقوقهم وندافع عنها، وهذا الشيء بعتبره واحد من أولوياتنا، لأنه إذا العدالة ما بتاخد مجراها الطبيعي أصدقائنا رح يتخلوا عنا. جيهانجير، أنا اشتقت لك يا بطل. اشتقت لك يا أخي، أنت كتير طولت. وأنا اشتقت لكم. محمد، مريم، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أنا مبسوط كتير بشوفتك يا أمير. أهلا وسهلا. أهلين فيك. شكرا لك. أهلا وسهلا يا أخي. أجمل سلطانة على وش الدنيا. أهلين فيك. يلا تفضلوا على السفرة. الأمير مصطفى فاجأني كتير مولاي السلطان. الواضح صار عنده تجربة كبيرة مع مرور الوقت، فيكن تعتمدوا عليه. بالرغم من أوامركن مصطفى تصرف بشجاعة واتخذ قرار خطير. هو لسه في عنده أخطاء، بس أكيد رح يتداركها مع الوقت. المهم أنه يكون شخص عادل وبيحب الناس وصاحب موقف قوي، وإلا كيف رح يدير شؤون الدولة العثمانية من بعده؟